الفكرة دلوقتي ما عادتش مجرد ان احنا ندي علف، ده دعم فني وخبرة وقياسات للمية. بنقدم الدعم الفني ده للناس ازاي يا دكتور؟ احنا دورنا في ادارة الدعم الفني ارشادي وتدريبي في بعض الاحيان. ارشادي ان انا برشد المزارع ازاي يستخدم العلف وازاي يستخدم الحجم المناسب للنوع اللي بيربيه، سواء بولتي او دينيس او اروس او جمبري او حتى لوت، ازاي يستخدم الكميات المناسبة مع درجات الحرارة المختلفة في المية بتاعته. طبعا المزارع المية جودة المية بتفرق من مكان لمكان، فلازم انتقل من مزرعة لمزرعة عشان اقدر اشوف الفكرة عند او المية عند المزارع دوت جودتها ايه، نوع السمك شكله ايه، وكمان بديله حلول للمشاكل بتاعته، ازاي يقدم البيست براكتس مانجمنت او افضل الحلول الاداريه في انتاج الاسماك بتاعته داخل المزرعه، ازاي يتفادى مشاكله. ده بخبره كام سنه يا دكتور من ايام زو كنترول قبل ما تندمج مع الار اكوا؟ قبل ما انضم لالار اكوا انا حوالي 17 سنه في النهارده بقى لنا مع الار اكوا قد ايه؟ يعني تقريبا حوالي 7 سنين. يعني بنتكلم في كام سنه؟ يعني حاجه 20. خبره محترمه لكل من يرغب في استزراع السمك المياه العذبه او المياه المالحه. وانتوا اول ناس طلعتوا اعلاف المياه المالحه صح ولا لا؟ الاروس والدينيس واللوت. طلعنا اعلاف اكسترودر، واول ناس طلعنا اعلاف مياه مالحه دينيس واروس ولوت، واول ناس طلعنا اعلاف جمبري كمان. والحمد لله الانتاج دلوقتي والتحويلات فوق الممتاز. المشكله ان التحويلات فوق الممتازه والناس مش عارفه تبيع يا دكتور، دي مشكله كبيره في التسويق. حقيقي احنا قطاع بيعاني من الأسعار، أسعار الأسماك اليومين دول متدنية جدا، ولذلك بحاول أنا كشركة علف إن أنا أدعم المزارع في إني أديله جودة تحويلية جيدة، نظام غذائي متزن يقدر بيه يطلع أحسن الأسماك بأقل التكاليف العلفية. كمان بحاول أديله إرشادات تطبيقية في قلب الحقل بتاعه، في قلب المزرعة بتاعته، بحيث إنه يتفادى مشاكله وما يموتش عنده سمك، ما يفقدش سمك، يحصل بيه على أحسن جودة سمكية. إحنا في مصر بنطلع أجود أنواع البلطي على مستوى العالم. المفروض إن البلطي إحنا بنزرعه على 30% بروتين، علاف 30% بروتين، هنا أنا شايف 36 و32. ليه؟ أسماك البلطي احتياجاتها من وهي صغيرة احتياجاتها بتبقى كبيرة في البروتين، محتاجة بروتين عالي 40% ثم 36 ثم 32. لما تبدأ تكبر شوية بنزل ل 30%، لما تكبر فوق ال 200 جرام بأكلها 25% بس بروتين. في النظام الغذائي دوت بعمل تكلفة، بقلل التكلفة على المزارع، وفي نفس الوقت بقلل الجهد على السمكة، وبحصل بيها على أحسن معدل نمو في أقل فترة. كمان عندي أعلاف بتتاخد اسمها أعلاف وظيفية، دي بتتاخد في فترات معينة في الدورة، دورة التربية. بيحصل أحيانا في دورات إن درجة الحرارة بترفع جدا، لما درجة الحرارة بترفع بيحصل إجهاد على الأسماك، فبديها أعلاف متخصصة بتقلل هذا الإجهاد على الأسماك، بتطلع لي كل الشوارد الحرة اللي جوه جسم السمكة بتخرجها لي بره. في أعلاف تانية مقاومة للبكتيريا اسمها سبورت، الأعلاف ديت بترفع مناعة الأسماك ضد البكتيريا المرضية، تقاوم الأمراض البكتيرية، ضد الأمراض البكتيرية، وبتساعد كتير في إن المربي ينجح في مرور في إنه يطلع سمكه بدون خسائر مرضية طول فترة التجربة لو مشي على هذا البرنامج الغذائي.